الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. رايس، جابرييل جيسوس، هاري كين، الله على هذه المهارة. فرصة سانحة للتسجيل. أدريان يسيطر على الكرة. الضغط أكيد كان سبب في فقدان الكرة بسهولة، لكن عليهم تقديم المزيد في الملعب حتى لا يتكرر هذا الأمر. فرصة سانحة للتسديد. كرة عرضية، كرة رأسية، لم يتعامل معها بشكل جيد. هاري كين حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. يلعبها في المساحة، اللاعب يستلم الكرة يستعيدها بسرعة. هيونغ مين سون يلعب كرة بينية، تدخل في توقيت حاسم. جيلمور كرة من جهة اليمين، هاري كين يلعبها على اليمين عند المساحة الخالية على الطرف، يلعبها ببراعة وكرة جول. تساهلوا في الضغط عليه، تستحقوا العقاب منه. لا يمكن أن تترك الخصم يلعب بحرية في هذا المكان الخطير ثم تتوقع أن تخرج الكرة بأمان، لا يمكن. بالتأكيد ستكون عقوبة صعبة جدا. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. عرضية من هيونغ مين سون، يقطع الكرة. الجهة اليمنى اليوم تقوم بواجبها على أكمل وجه، حتى لا نرى أكثر من كرة عرضية من هذه الجهة. هيونغ مين سون واضح أنه راح يكون مفتاح مهم للاعب اليوم، خصوصا مع الأداء المميز اللي يقدمه في الجانب الهجومي. على الدفاع أن يضع الأولويات الآن من أجل هذه المساحة والخطورة التي تأتي من هذه الجبهة. كان لابد من التشتيت، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. هاري كين، هاري كين، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى، هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. هدفين مقابل لا شيء، المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هيونغ مين سون. تسديدة رائعة. الركنية الأولى في المباراة. الكرة ملعوبة من مسافة. الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم، فاتت ومرت وصلت إليه. كرة إلى الأمام، هذه لعبة خطيرة هنا. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. عرضية داخل منطقة الجزاء. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. ربما لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف. الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن. لا تغييرات في تشكيلة الفريقين. تلعب الكرة إلى الأمام. جيلمور، سون هيونغ مين. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. هاري كين، يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص.
الكرة في منتهى الروعة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن، لا يمكن إهدارها. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. برناردو سيلفا، هاري كين، لاعب في الأمام في مكان التسلل. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، أداء دفاعي غير عادي. الآن إمكانية المرتدة والعرضية، تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر، وعرضية من جديد. فان دايك يبعدها، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. إيهيناتشو، سكولز، اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. نجحوا في تخليص كل الكرات، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. هاري كين، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الضغط كان عليه قوي جدا. أوديغارد، فرصة خطيرة جدا للتسديد، تسديدة من أول لمسة، براعة من حارس مرمى كبير جدا. والآن عملية تغيير. برناردو سيلفا coming on the field number 11. بينية جميلة، صراع على الكرة وركنية جديدة، ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، وركنية واحدة كانت في الجانب الآخر. أوديغارد وينجح في تسجيل الهدف، هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. يلعبون كرة قدم حقيقية بعد الهدف، يقدمون أداء مقنع، تقلص الفارق إلى هدفين الآن. ضربة رأسية، أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. هاري كين ظن، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. شيء غير عادي يا جماعة، شيء غير عادي ما شاهدناه اليوم، أداء كبير جدا من الفريق، من المجموعة، من المدرب.